شيء نرقى. وسع بالك يا منوبية وسع بالك، راهو شيء ما يدوم. صباح الخير يا خالد. وعلى بابا الله اعلم. زيد لي انت على ما بيا، زيد لي زيد. انا اقول لك تسليما، شيء ما يفهم شيء ما يسمع. انت اصبح الخير خالد بما وجه قدامه، خليه يشوفك. اي سدك سدك. صباح الخير خالد. حبيبي. السلام. الله يسلمك. وقت جيد. توا توا جيد. عندك مدة. بلك يا منوبية ما خالف ليش. انا هالمهدية بس تهبني. توا مصباح. وانا لنبحلها لك عيشي القرض. وهي عنا من الحلوب بوشهوني. يا صفية فيني. اهلي صدي. اقرب القطع. يا وسع بالك، قلت لك وسع بالك يا عيشة. راهو شيء ما يدوم، ما شوف في حالته مسكين، حالته حليمة. يا ولدي يمكن يقعد 10 سنين هكاك على الحالة هذه. وقتها هنا تصيبع وحرقي تجرح ونولي نتكلم بصبة وما يفيد حتى. لا لا ما 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 نظنش يا منوبية، ما نظنش. وسع بالك بركة، وسع بالك عيشك، وسع بالك. وينك يا منوبية؟ برا اخرج شريله لي وبعد تو انتهى من اولي. خذيك خذيك اسمع برا برا. انا خرجت خرجت يا خالي خرجت تو ما جات. لا وين مشيت؟ وين مشيت؟ خرجت خرجت. تعيش شويه عايش شويه من خرجت خرجت وبرا خرجت. وشوفي طالع من القريب وقرب. نعم عمادو. نعم ايه احنا توا هنا وحدنا. لا وحدنا ما سمعتش. خرافات خرافات. طوف الشرقة زراعية انا ونسيح وصوتي طالع توا اسبوعين وانا حاجة حليلة. هيا تفهم بالاشارة وانا على كيفك عادي. هيا وياك وحدنا. هيا جابك ربي. حمادي. نعم خالد. البشرك يا حمادي. هاي هاني باش ننقل بحياتي. لا ما خلى ربي ما اعطاني. قصدك ليه؟ قصدك مرحبا مرحبا. قلت لي مرحبا مرحبا. مرحبا بارك الله فيك. هاي وقلت باش نسلم في هالدنيا الفانية وفي كل ما يتبعها. مش مازال يريدك مازال مش هكا يا حمادي. بعد عمر طويل يا خالي. اللطف عليك. علي صوتك شوية. قلت لك اللطف عليك يا خالي. والله ما سمعتك. اللطف عليك اللطف عليك اللطف عليك. قلبي اللطف عليك. ربي يا ربي يلطف بيك يا ليلي. يا ربي يلطف بيك. أجل حبيت نقولك سواء أولاد خالتك ولا ولد خويا ما هماش في حاجة للإعانة. لا بأس عليهم وما يخصهم حتى شيء عين ما تضرهم. لا 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 بأس عليهم. لا بأس عليهم. قلت لك لا بأس عليهم يا خالي. ما يخصهم من الله شيء. في صوتك اليوم ما هوش عاجبني مفحاها ولا كيف. كنت نغني محسوب انا. ما هذاك صوتي. لا بأس عليهم يا خالي. لا بأس عليهم. لا بأس عليهم. يحمد الله ويذكروه. خالي خالي لا بس عليهم والله. لا بس عليهم. لا لا بس عليهم الحمد لله. لا لا انا قصدي شنو قصدي ما هماش طامعين فيا بالكل.
الريح دكة يا حمادي الريح قالك ما هم مصطنعين فيه وانا علاش نجري والناس الكل على النار هذا هو ويا خالي حتى انت هو ما هلي ترس كم تكر لك وذنيك جملة واحدة ولي طبعا غير والي يا اجينا شنو قلت حبيت نستشيرك في امرك قلت انا قبل ما نقل بحذاك ايوه باش كل يعرف قبل ما نقل من هالدنيا الثانيه فرد مره قلت عجلة نكتب الرزيق مل عليك مل 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 لمت البيعة هذه لو راسي راسه اثنلة اوف بالله لو كان طلعت روح وراني انا اراني طلعت روحي معنا ملكة حق اي يبدا ما لك حمل العين ولا تشد السيف عجيب اخذ الدور عاده كحه كبيره يا حمد يبدا اسقط لي خالي كيف كيف تشدني هكايا مش بالله مره واثنين وثلاثه هدني ساعات ربع ساعه وانا في شرط بعضه عجيب يا والله حوالي والله حوالي شنو معناته يعني في خيافه هكت من الاخر ولا تشبيه هذا ايش فيه القائم من بتتخلى هو قلت لي دواء قلت لي ولا ما تفكر قلت لك يا خالي دواء ولا بيع على من لا ما يتبرش دوايات ما فات شيء عجيب اي يبقى ايش كنت تقول لي انت ما سمعتكش وليدي ايش كنت تقول لي قبيله على هاي عجل خلص يكتب رزيق هاي للي يستحقوا اكثر بجماع الكتب هاي للي يلقى بعد موتي فاش يعيش ويتفكرني ايوه ويرحم عليها هاي خالي عندك الحق هاي معقول اوكي قلت لك معقول هذه اولاد خالتي ها زعما ما يغضبوش يا حمد شو غضبوا خالي شامهم هم ودخلهم في ثروتك هما ويغضبوا لا يقعدوا يكسروا رؤوسهم حلو ما سمعتك قلت لك اشي دخلهم هما في الثروه نتاعك وانت تكتبها للي تحب يسالوك هما في رزقك يا خالي لا حتى انا عرفتك رايك باهي هذاك علاش حبيت نستشيرك لا من غير ما تستشيرني يا خالي اكتب رزقك للي تحب وفي اقرب وقت ممكن زاده اي مرة كبيرة مسكينة لا عندها لا والي لا تالي لا واحد يحن عليها لا واحد يصرف عليها عجبوش الواحد يتقبلها الرزيق ويربح قصر في الجنة اللي يقول لك ان شاء الله تسمحني في تعب اخبرك فهمتي ولا لا هاني منها اجاني يا بابا يربح قصر في الجنة اللي يقول لك ما فهمتكش ايش كنت تقول يا خالي خاطر هي مسكينة ما عندها حد بس شكون هي شكوني بابا النبيه شنو؟ سأل سامحني في سببك منوبية منوبية يا خالي منوبية تكتب لها رزقك لا عاد عيب هذا مش معقول يا خالي لا والله حتى أنا قلت حمادي لازم يوافقني ويبعث يجيب العدول واليوم نكتب الرزايق الكل وفي العشية النقل بحلة اي لا لازم تستنى حلو يا ياسر لا خليك تستنى في العشية تلقاني بحول الله لا انت يا ودي تقبر حلو لا اسمع
نسيبي نسيبي ما خلي لا يركب عليا ما عسى ما بلا صدر فيها. ما 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 سمعتكش. قالوا انت فك على خطي عدنا بجنة بقد نعيط وصبح ما نزلي اسبوعين انا نعيط وصيح وزي بقد نعيط وصيح. قال يكتب الرزق المنوبية الرزق المنوبية. الله 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 على مجيء ودليل. في العشية تخليوني وين عندي نمشي؟ كل عشية وين صباح بتاعك؟ كل عشية وين صباح يا ربي كامل؟ كامل معاه شم معاه الله اترك انا ايش ايش الفهم؟ كان عارف تسوري بيت ايش بيك يا مكبس جديد تقعد بحذية شوية ماشي مقب بحذيك ما هو ايش مازال يتقعد بحذيك ما يقولش مازال يتخبى عليك انت ها ها وش عاتك ايش يخبر لك اسمه والله لو كان مسخوف من ربي طوي انا مرميها الاربعة ها ها اما الله قال عندك خدمة ربي عينك وليدي ربي عينك مرة خدمة انا كعطيني خدمة في جواجية انا كلم فيه طول ويكلم فيه عرض انا قلت حمادي قد بحني حتى يحضر على كتيبة الرزاق ايا باش تفك على قطي ولا لا عادي تراني قريب يطلع لي الدبر راسي رام تعرف كيفاش حمادي ما لا خليني نمشي نحضر في العقود باش كيف يجي العدول يلقاو كل شيء حاضر باش ما نتعبهمش وعليه هو وعليه اش نلقى من دلال هو يا دلال لو كان تسمع الاخبار لما تحت تسكك يا زادي ولا جماعة لا انت اصنام اصنام ركي شف الله 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 حي حركة لقيت أهل قدر وزيد حركة الفروة حركة فيه بجرة معهم لا في فيها إلا نمشي الدلال ونحكي لها بالوقع الكل أهلاً يا مرحبا يا مرحبا وخشتان الهوني يا سي الشباب بقتنا احنا مش فاهمنا بس يجيوا مع بعضنا في العفيف نضحك عليكم عم 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 نضحك علينا كراكوز احنا ضحكة يا احنا لا هاتف نضحك عليكم ونبكى على روح ايه ايه نحوله تهمة لبس عليه يا سي طيب لبس عليه يحمد الله ويشكره في صحة جيدة والحمد لله لا والله ها ايش قلت في صحة جيدة قلت لك وعليك في صحة جيدة وصحته تحسنت ايه يا سيدي متأكد السماع اما السماع زاد على قدام مسكين ما مساكن الا احنا يا سي طيب ما مساكن الا احنا المساكن تعرف قال لي البعض اليوم اش قال قالك يا حبيبي اكتب رزقك عبادي اها مشكون مشكون اه اوه
تعال شكون؟ قلو قلو شكون؟ اسمع يا اخي طيب الساعة نبدا بيك انت لا ليك فريقك ولا ليك انت زاد كذلك الجرة البركة فيك انك عندنا يا وردي ولا ليك يا سيدي منا منا ليك انت ولا ليا انا منا لشكون 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 قول الداكزة قالك المنوبية منوبية اي منوبية عجيب والله وغري وضعنا احنا يا سيد قالك قلبه مطمئن علينا لبس علينا والحمد لله نحمد الله ونشكره والله هاي هاي هزيكم هاي هاي نخرج ايش قاعدين نعملوا هوني هاي نورد ما هذا هذا خال هذا هذا خال الله يخفف ظروفه النهار كله احنا نجيبه ونكركره ونحطه وبالنخر يقربنا من الثروه متاعه نكتبها المنوبية المنوبية والله يباركم يا جماعة اللي يسمعكم تقول هكا يفهم كونكم ما عملتوا شيء هذا الا على خاطر رزقكم لا لا يا راجل على خاطر سواد عينيك والله يا مرحبا توا يعجبك انت اللي عامله معانا حلو سامي يقول لك انا يظني حر باش يتصرف رزقكم عندك الحق تقول الكلام هذاك على خاطر انت ما دفعت حتى من لي ما اللي جلودنا تسبخت وكلنا في الحمل يجعجو كبدا انت بعدي يا معاد والله يبارك بلا ما تحشموش تقولوا كلام كيون هذا توا تولدي يزي تولدي يزي ما حشمش هو اللي قربنا من رزقه مش نحشمه احنا اذا كان شلطة الله يبين كلب بالسيف يكتبكم رزقه هاي سيدي نخرجوا هاي اسمع يا سيدي اسمع يا عيش كبير فيك هو مفاهيم يكتب صرته للي يحبه لا 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 والله سمعنا على بعضنا وخير لا ما فيش شيء والله يخلص يوم خارجين خارجين والله عيب عليكم تو ما دامكم جيتوا طلوا على الاقل عليه وسلموا عليه وبعد عمره يتهبوا يا سيدي مسكين مسكين والله مسكين انا طليت عليه ويا ليتني ما طليت عليه يا ليتني يا ليتني اسمع انت بالنيابه علينا على خاطر احنا حاجتنا باصواتنا ما تقعدوش العوش فهمني ولا صل عليه انت صل عليه انت اسمع وإذا كان توصلت باش تقعدوا وتفهموا إذا كان فهمك على خاطر صعيب ياسر بلغوا على لساننا احنا اللي حتى واحد منا ما عاد يستعرض به ايوه لا يا سيدي انا عمري ما اقول له كلام كي من هذا ونجعله قلبه خليه على الاقل على اعتقاد الاول خليه يضلكم من اللي تحبوه وتعزوه بالله والله خليه ينظركم نظره كبيره ما تخليهوش يغير رايه فيكم يا جماعه وإذا كان زي الرأي وش كان يومين والله أي لا بالله يقول لي يا سيد طيب طوافي عوض عاملنا الدرس بالوعظ والإرشاد علي ما تفهمش معاه هو يبطل على القرار متاعه ويكتب بالثروة لنا احنا مش خسرنا احنا يكتب هالمنوبية انا اقول الكلام لا يا سيد عمري ما اقول الكلام ولا بيبدو هالموضوع لا ابدا لا تقوله ولا ما تقولهلوش على كل حال هو توا راهو صمام مسكر ما يسمع حتى كلمه انت بتقول لي ما تظني يا سي حماد طب اسمع لا ليش كلمه ظن خالي يا 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 خالي ي
اني يا اخي لون تقال خالد خالد يجي دروع عزيزة فيزا اش كنت تقول توا شكون تقول شكون تقول انا نسمع تسمعين وسمعت الكلام اللي قلتوه الكل بالحرف الواحد قل 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 الحمد لله عليك يا خالي يا خالي يا خالي يا دارية احنا ايش عندنا احنا ايش عندنا كلنا يا خالي احنا كلنا ما هوش معقول خالي بشك تبرس نتاعه في المنوبية البرانية خلينا احنا اقرب الناس ليه يا خالي انا يا خالي يا خالي مش من عايزك كل الدمك ولحمك ولا زغبك يا خالي يا خالي يا خالي يا خالي يا زالي يا خالي يا خالي يا خالي يا خالي يا جماعة يا أبو بكر أنا عبد الله نعم يا خالي نعم نعم تعرفوش يا ليش أنا كتبت الرفق المنوبية لا 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 على خاطر على خاطر حمادي حد بكر هلا حمادي قال لي بالحرف الواحد اولاد خالتي لا باس عليهم ما يخصهم حتى شيء قلت ولا ما قلتليش وبخلاف هذا قلت له يا حمادي بلكش ولاد خالتك يغربوا العجب بعده جاوبني جاوب خلي يغربوا خلي يغربوا وشنو عقهم عليك بالشغل واش دخلهم في ثروتك بالشغل وانت تكتب رزقك للي تحب وتتملع منهم قلت له ولا ما قلت ليش هذاك قراري الأول والأخير. يعني من غير ما نلحوا؟ لا من غير ما تلحوا. معناها نقص يدين ونشيل. معناها كل يد خذات أختها وأنتم تنجموا تمغنوا. مغنوا؟ محسوب شكل الأربعة صور ديني باش يملكنا بهم طابعنا معه بالقانون لمنعوك باش تكتب رفقك المنوبية لا تنجب تنجب في من حين تستنى لا لا ما في حش أنا ماشي حلو قد عملنا معاك طيب يا عمي والله ما فهمت شيء مش عارف يا عمي انت صحيح ما
ماكش صحيح مريض ماكش مريض تسمع ما تسمعش شي ما فهمتش. اش نعمل يا سيد؟ حبيت الظهر الطيبة نتاعهم لكن طلعت اللجنة بالعكس. على كل حال توا كل شيء وفاه وما تخاف من حتى شيء. الحمد لله. أعجب 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 أشنو الأعجب يا منوبي؟ توا أنا شيء لا 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 مصيح مصيح اتكلم بطبيعتي. آه وفينا وفينا وفاه كل شيء الحمد لله الحمد لله. انا جاي وشوف في حمادي يجري وفي ابو بكر وراه وفي عبد السلام بعد الدار وما حدش يكلمني. خلو كم شو يا من نوبيه مشاو فرد مره وما نظنش كم طلعوا في الدار هذه بكل. فهمت شفت ما ولدت اتهمت شفت يا ربي فضلك لنا سنة منوبية اترش حكمة يا منوبية وانا شديت وجاني باش تحلت عينيا. سيداتي سادتي قدمنا لكم مسرحية الطرش حكمة من تأليف وتمثيل وإخراج المختار حشيشة. قام بتمثيل الأدوار محمد ممدوح بليندا عبدو محمد بن علي بشير الجاوي جليل ابو الهام رامي خمسه اخرج التمثيليه للسلطه أخرج التمثيلية للتلفزة عبد الرزاق الحماني.